في اليوم العالمي للغة العربية اللي هو يعني إذا بتكون مناسبة أو احتفال عالمي بلغتنا نحن، بعتقد أو أنا أكيد في عنا مهمة نحن، وبشكر أبو ضوي اللي عم تضوي على هالموضوع، شكراً جداً. اللغة العربية هي الأصل، هي الأم، وهي اللسان الذي يعني لا يمكن أن تقوم الحضارة إلا بهذا اللسان. اللغة العربية هي لغة عميقة جداً وثرية جداً، وحلو كتير نتعمق فيها ونعبر فيها عن أحاسيسنا، مشاعرنا، ثقافتنا. خلينا نركز على لغتنا وخلينا نتمكن منها أكثر ونستخدمها أكثر في صناعة الفن، لأنها لغة جميلة جداً. نصيحتي للجيل القادم أن اللغة العربية جداً مهم أن يكون جزء لا يتجزأ من حياتنا، لأنها هي هويتنا اللي تمثلنا أكيد. اليوم العالمي للغة العربية أصبح عربياً على مستوى العالم العربي كله، والعالم المهتم باللغة العربية أصبح يوماً عالمياً نقف فيه نحن العرب أمام مسؤوليتنا تجاه لغتنا. اللغة العربية غنية كتير، فينا نحطها بكل سياق جديد وحديث نقدر نعمله، وهذا مسؤوليتنا هلأ نحن كجيل جديد. اليوم العالمي للغة العربية هو كل يوم لازم يكون يوم اللغة العربية، لأنه هي لغة التواصل وحياتنا وثقافتنا والموسيقى اللي بنسمعها والأغاني والشعر كله. اللغة العربية لغة جداً غنية، إذا عرفنا قيمة اللغة العربية حنقدر نصدرها للعالم. اللغة العربية هي فخري، وأنا من خلالها بعبر عن شخصيتي وعن كينونتي وعن أنا مين. هذه اللغة هي جذوري، هي أصولي، هي بتعرف عني. لغتنا هي أساس تكوين فكرنا وثقافتنا. اللغة العربية لغة أصيلة لها معاني عميقة، بتوصل المعاني الصادقة والحقيقية والعميقة. شكراً. In my opinion, it's the world's most beautiful language, and happy Arabic Language Day.